السلام عليكم. النهاردة جالي أو اشتريت فود ديسبنسر، فقلت أركبها مع بعض ونجربها مع بعض. الحواجز ديت والفواصل ديت يعني حجمها من تحت الأرفع من فوق، فنخلي بالنا من اتجاه السهم وهنا من الركب. زي ما احنا كده شايفين، أنا دي ممكن تلاقيها في عليكس بريس أو وش أو المواقع ديت. أنا كنت شايفاها هناك بقالي فترة، بس زي ما تقولوا بكسل او ما بتشجعش لما الاقي مدة الشحن طويلة. على اي حال، بس كان زمانها وصلت. بس على اي حال، لقيتها في الفيسبوك ماركت، حد بيباعها وجابها لي في يوميها، فجبتها على طول. المهم، الجزء التحتاني ده بنركبه بالضغط، سهل جدا، مفهوش حاجة، مفهوش اي مشكلة، يعني كل تركيبها سهل جدا صراحة. هي عجبتني وناوية كمان اجيب واحدة زيادة عشان خاطر، يعني ممكن واحدة او اتنين على حسب، يعني عشان خاطر الحاجات الموجودة. ناوية كمان احط فيها السميد مثلا، بس مش هحط فيها دقيق، هحط فيها سميد، هحط فيها رز، حاجات اللي هي حبيبات شوية، مش ناعمة قوي. وده الدرج بتاعها، وده الجزء اللي ده لو حابة تركبيها على الحيطة ومعها المسامير، بتركبي الجزء ده على الحيطة وبعد كده بتدخليها من ورا. انا جربت ان انا اركبها علشان خاطر يعني ما تضيعش وتبقى معاها، فانا جربت بالطريقه بالاتجاه ده ما ظبطتش، فهو لا الاتجاه التاني بالظبط زي ما احنا شايفين كده. المسامير معاها عشان تركبي الجزء ده في الحيطه وتدخليها كده سلايدت فيها وخلاص. دلوقتي انا عايزه بقى ابتدي ان انا احط فيها الحبوب عشان نجربها سوا. انا حبيت ان انا اجرب ان يعني انواع واحجام مختلفة من الحبوب، بالذات الاحجام، عشان خاطر اشوف هتشتغل معاك كلها ولا لا. بس الحاجة اللي عجبتني ان هي شكلها صغير، بس لا اخدت كمية كبيرة صراحة، ما يعني صراحة عجبتني في موضوع الحجم. هي صراحة فيها كل تقريبا حاجة فيها عجباني، الا حاجة واحدة هنعرفها دلوقتي. دلوقتي حطيت كلها، حطيت مكرونة الفابيت، حطيت فاصوليا بيضة كبيرة، فاصوليا بيضة العادية اللي حجمها كبير شوية، حطيت لوبيا، حطيت عدس، حطيت حمص صغير، بس الحمص الكبير ما حطيتوش، ما جربتوش صراحة. على اي حال، كل حاجة اشتغلت كويس، مكرونة الفابيت وكله، ما عدا الفاصوليا. الفاصوليا ما نزلتش، مع ان الفتحة شغالة فما نزل، بس الفتحة مفتوحة عادي، الزرار شغال، بس عشان الحجم الكبير فبيعطل بعض، كل حباية والتانية بتعطل بعضها عشان تنزل وبيقوم متعلقين. اللوبيا واجهت برضو مشكلة خفيفة معها، اللي هي برضو ما نزلتش على طول، فلقيت ان انا ممكن بضغط على الزرار واسيب، بضغط على الزرار واسيب، بحيث مش لازم يعني ايه، مش مضغط على الزرار بشكل متواصل زي بقية الحبوب، ومشى الحال معها. جربت اعمل ديت مع الفاصوليا ما نفعتش، يبقى اللوبيا قلنا نضغط على الزرار شويه وشويه، نضغط ونسيب، نضغط ونسيب، الفاصوليا ما نفعتش معاها خالص، فانا حابه اشيلها منها واحط حاجه تانية. بس اي حاجه تانية في اي حبوب لا صراحه جميله، فقلت مش مشكله الفاصوليا احطها في برطمان عادي. والعدس وكل حاجة. لاحظت وانا من طبعا كنت فتحها من فوق، مغطيتهاش عشان خاطر ان انا بعد بنزل او عشان اوريكم برجعه تاني فوق، لكن لاحظت ان هي ممكن تتفتح من فوق، وقعدت اضغط عليها وممكن الحبوب تروح على بعضها، فالافضل ان احنا نفضل مغطينها كده بشكل مستمر. اتمنى الفيديو يعجبكم.